مصيرهم للهاوية حتى سقوط الطاغية مصيرهم للهاوية حتى سقوط الطاغية. يتوازى الوهج الثوري في البحرين مع التصعيد الخليفي الذي تتعمد القبيلة أن تنفذه إمعانا في الترهيب الذي أثبت فشله على مدى السنين المتمادية في الصراع الخليفي مع شعب البحرين. فالرسائل الرمزية التي يطلقها الثوريون من خلال عناوين حراكهم يتعاضد مع الميدان في بلورة رسالة كاملة المعاني للخليفيين وداعميهم. متمسكون بأرضنا مثلا هو عنوان حراك ثوري في دمستان هذا الأسبوع، خلص إلى اشتباكات بين الشباب وعناصر المرتزقة، فيما راح ثوار النوادرات والعكر في اشتباكات مع المرتزقة احتجاجا على حكم الإعدام للشاب حسين مرزوق. واستمرار الحراك الثوري الذي لم ينضب من شريان الشعب البحريني شهدت مناطق البحرين نبضا ثوريا لافتا تخليدا لذكرى الاستفتاء الشعبي لتقرير المصير، فخرج اهالي بلدة الديه وابو صابع والشاخورة وكرانة والمكشع والمرخ في مسيرات رددوا فيها شعارات ثورة 14 من فبراير، وقطع ثوار كرزكان الشارع العام واشتبك ثوار الديه مع المرتزقة. ولم ينسى أهالي البحرين شيخهم الوقور الشيخ عيسى قاسم القابع تحت الحصار الخليفي رغم علم الخليفيين باعتلال صحته لدرجة خطرة، فخرج أهالي بوري وسار والمكشع والمرخ تنديدا بالتضييق الخليفي على قاسم ووعدا منهم ببذل المستطاع في سبيل نصرة مظلوميته. قاسم